شوف داركم عارفني انا عندي الولد، وقلتيها لهم وقلتي ما بغاوش، قلتي لي انا ما كيهموني لا دارنا لا شي واحد، ندير يدي في يدك ونتزوجوا، انا غامر سمحك وتزوجت انا وياك، انا ما كيهمني حتى شي واحد. عاد تقول لي ولدي ولدي انا مستعده نتزوج عليه 100 راجل، ولدي راه ما عمري ما نعطيه لباه، عمر ولدي ما نفرط فيه. ولدي قال لي دابا واش سيف حسن مني؟ قلت له سيف حسن منك وحسن من ألف واحد منك. قلت له ذاك راه ولدي، عاد تقول لي واش تقرأ تسأل قرنك انت بولدي، ولدي حسن منك بألف مرة. صافي المهم ناض بقينا تناقرو انا وياه، مشى قال لي ولا رجع قال لي شوفي هذاك الشيء فكرتك خصك تحيديه. صافي دخل معاك للصح، دخل مع قال لي نجيك نيشان. قلت له علاش تقول لي حيديه؟ واش انت كتجري وانت اللي باغيني الولد وليتي تقول لي حيديه؟ شنو هذا راه الحماق، راه الحماق هذا بحينه، علاش تقول لي حيدي؟ لا تحيديه صافي، غتختاري جوج الحوايج، يا داك الشيء اللي في كرشك يا سيف، يا تحيدي الجنين اللي في الكرشك، يا تشدي الولد تعطيه لبوه. اه شنو كان رد فيه؟ قلت له هذا اللي في كرشي انا قاده به، وولدي انا قاده به، ما بغيتش تخليه على الولد. قلت له ولدي راه ما غنتخليش عليه، قلت له دوك الجوج اللي جوجونا يطلقونا وحنا دخلنا للصح. قال لي لا حبيبه وانا ما غنسخاش بيك، وانا هادي وانا هادي وانا هادي. شويه ولا تيقول لي شوفي هانتي نحيدوه، ومن بعد عاد نولدو. دابا ملي انت بغيتي تولي تولدي عاد تنقادو المشاكل مع الدار ديالنا، حيت الدار ديالنا ما بغاوش وداك الشيء، يعني نبقاو عاديين. وديك الساعه تولدي قلت له واش انا دابا ندير الاجهاض؟ قال لي لا دير الاجهاض. بقيت قلت له صافي ان شاء الله، واخا دابا ندير الاجهاض، وعندي المكالمه ديالو مسجله. سجلتي لي هو كيهضر معاك المكالمه ديالو مسجله، تنقول له فين غادي؟ تيقول لي انا غادي على الرباط. غادي هو واحد المحامي صاحبه مراته طبيبه، هو اللي كان جو عندي سال الدار بغيت الاجهاض. اه جو عندك للدار؟ اه ما بغيتش ليهم، غادي نشوفو في الرباط، ما حيت الحاله ديالي انا لا بغاو يديروا لي اصلا الاجهاض، حتى الطبيب قال لي اصلا ما يمكنليش يديروا لي انا اجهاض عادي، خاصك الاوبيراسيون، حيت انا حامله وما حاملهش حماله عاديه، عندي الكيس يعني اللي عيدير لي الاجهاض تحيد الكيس عيجيني نزيف حد نقدر نموت ديك الساعه، يعني خاصني ندير عمليه فتيح كبير عاد باش يديروا لي اجهاض، يحيدوا لي من كرشي، يعني الفتيح ديالي انا ما يمكنش يفتحوا لي. واخا خديجه كيفاش عرفتي ان الزوج ديالك راه ماشي هو الزوج ديالك شرعا؟ بقينا كنتخاصموا انا وياه، فاش مشى هذيك النهار الرباط بقيت كنتخاصم انا وياه، قلت له واش غادي الرباط؟ قال لي اه. قلت له الشيخ واش غادي على هادشي اللي في كرشي؟ قال لي اه. قلت له هادشي اللي في كرشي راه ما نحيدو لا اليوم لا غدا. قال لي واخا واخا صافي صافي، هو راه ماشي انا اللي كنسجل، شكون في العلم، حتى هو تيهضر وتيقيس، وهو اللي كان عنده تليفون تاع التسجيل، وداك التليفون اللي عنده ديالي. النهار اللي فاش وقع اللي وقع جاب لي التليفون، مسح داك الشيء كامل اللي في التليفون وعطاني التليفون، جا خويا رجع دار واحد لابليكاسيون رجع ليا كلشي، حتى المكالمات اللي كيسجل صحابو هو عندي، اذا كلشي عندك، كلشي رجع عندي. هذاك كنا من الاعمال وبالنيات، اه هذاك الفعل الشراني اللي كان تيتفاهم هو صاحبو عليا عندي، شنو تيقول له هو صاحبو؟ تيقول له صاحبو راه مشيت عندها وهي راه مستعده تزولو، حيت هما من واحد العروبيه ديال نواحي توازن، تيقولوا مبريكشا دوار سميتو في جدمنه، تيقولوا هي راه مستعده تزولو، ونتينا ما تمشيشي معنا السبيطار، نتينا مسويفي، تيقولوا صافي صافي يقول لها حيدي الزبل عليك وهادي، وانا نجيب عبد الرحيم ويجلس معاك وكذا وطاطاشي وطاطاشي. تيقولوا لا لا صاحبي هي مساعده تزولو، هي باغا تزولو، يعني الزوج ديالك ولا تيقول على الجنين زبل؟ اه حيت هو زبل، وكان اصلا هو مأصل ما حيديش هذا الفعل. باش اكتشفتي انك انت ماشي مرتو؟ باش اكتشفت هذيك الليله اللي بايت كنتعايروا انا وياه، فاش قلت له سميتو عليه مشيت عنده، اه هضرت انا وياه، قلت له قال لي علاش كتعيطي ملي ما بغيتش نحيدو داكشي؟ قال لي واش انت مراتي؟ قلت له علاش انا ماشي مراتك؟ قال لي بيني وبينك شي عقد بحال هكا. قلت له داك العقد اللي بيناتنا شنو هو؟ قال لي شتي داك العقد اللي بيناتنا المكالمه ديالو مسجله. سجلتيه؟ لا هو اللي كان تيسجل، راه قال لك غير حفر وما تغرقش. قال لي داك العقد اللي عندك ديه تبخري به، ديه ديريه في عنقك، يعني راه كاين عقد، انا كوما كنش عارفه راسي مجوجه به. مشيت له الصباح، صاحبو عيط لي قال لي راه كاين في بيت فلان الفلاني، صاحبو معاه تيقول انا معاك، عيط لي قال لي خديجه راه كاين في بيت فلان الفلاني، ومشيت فعلا انا وخويا، خويا ما خلانيش نمشي، تيقول لي ما تبقايش تسمعي لهذا وما تهضريش مع صحاب، ومشيت. ملي تمشيت كندق
كطلع عليا وحده من البيت اللي فيه هو، طلع عليا هو من البيت ولا رجع وشتو كنت مع شي وحده، طلعت عليا مدايره عليها الفوطه هنا في لاسيكون، ملي مدايره عليا مدايره الفوطه هنا، اي مره شنو عاد دير؟ عاد يقول لك لا ما كانش عليك تسرعي وتعيطي للبوليس. نطي انت هي الجيران اصلا هما جاو عندي عطوني نمرة البوليس، قال لي هذا راه اصلا فاسد هنا، هذا راه مشوهنا، عيط البوليس، جاو البوليس. يعني ما عطلتيش، انا كنضرب عليه الكرفي وكنصرف عليه ورديته محامي ومشي فلوسي ديالي. جاو البوليس، جاو البوليس لقاهم متلبس، لقاهم متلبس ردوني انا. جاو البوليس شنو داروا؟ جاو البوليس قال لك حقه ما كايناش الخيانه، انا تكتبات في الشكايه تكتبات، قلت لهم كنصر عليها وداروا لي محضر واستمعوا ليها هي وداروا لها محضر اللي كانت معها. جاو البوليس. لا ولكن ملي جاو البوليس دخلوا على شنو لقاو؟ دخلوا عليه قال لك حقه عكاري حداه، ما لقاوش معاه في البيت، قال لك عكاري حداه. انا ما طلعتش اكيد ما طلعتش، قال لك عكاري حداه صافي. بعد لقيتي راسك انت رانا مزوجه بيه، مشيت هبط يقول البوليس انا عازب، انا عازب. تيجيو البوليس يقول لها عطينا ما يفيد بان هاد السيد راه مزوج بك. شدوا البوليس تيقلبوا المكالمات، امراتي الحبيبه، امراتي كدا، امراتي كدا، سمعوا كل شيء. عيطوا السيد وكيل مالي قال لهم السيد راه عندهم علاقه زوجيه يعني في التليفون. مشاو داروا البوليس بحث، لقاو فعلا كاين علاقه زوجيه، العقد ما كاينش. صافي ما خليت فين قلبت العدلان، ما خليت فين درت، ما لقيتيهمش، ما لقيت حتى شي عادل. دسنتي ويا في الجلسه، على ما يدوش هو الجلسه، هو راه محامي، هو محامي، لا هو محامي. دس الجلسه بوحدك؟ دس الجلسه بوحدي. شنو وقع في الجلسه؟ لا ديال الخيانه الزوجيه دخلوها الحفظ، الشكايه ديال النصب والاحتيال والسرقه والتزوير دخلوها الحفظ. اللي سرقني دا ليا 5 مليون، اللي دا ليا وكارنيت الحاله المدنيه ولدي. كيقول بان ما بين الراجل ومرته ما كايناش، ما كايناش السرقه. لا كاينه، كاينه السرقه، كاينه السرقه ثابته، ثابته كاينه. عندك دليل انه صار؟ لا ماشي قضيه ما بين المراه والراجل، تاع الهضره كنت كتقول لك حق. لا الراجل اللي سرقات مراته او سرق مراته دير به الشيء، ما بين الزوج والزوجه ما كاينه السرقه. لا كاينه، 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 ولكن خاص ما يفيد. الخيانه ما ثبتتش، ما ثبتتش، ما ثبتتش الخيانه. السرقه ما ثبتتش، ما ثبتتش. اذا الزواج، الزواج حتى هو تيقول لك ما كاينش. ودرت مشاو خوتي بغاو يهضروا معاه، داروا لنا داروا له، قال لهم خشاو بغاو يختطفوني، خوتي بغاو يهضروا معاه. دابا انا نختصر لك شويه حيت داك الشيء طويل. جاو بغاو يختطفوني. شكون هضر بغاو يختطفوك؟ على خوتي، مشاو بغاو يهضروا معاه، قال لهم جاو بغاو يختطفوني. دار لينا محضر تما، جاو البوليس تقلبات هذاك النهار، مدينه وزان كامله. طلع هبط واحد التماره اللي دار لهذوك البوليس، مساكن واحد البيلات الاوراق اللي تكتبات، محضر ليا، محضر لخويا، محضر لخويا الاخر، محضر ليه هو، محضر للشهود. جاو الشهود صرحوا قال لهم هاد الناس راه جاو بقاو كيهضروا معاه، قالوا ضربوا شي واحد، قالوا ما ضربوا حتى شي واحد، بغاو يختطفوه ما بغا يختطفوا حتى شي واحد. ومشى جايب شهاده طبيه فيها 26 يوم والسيد ما مضروب، ما فيه حتى شي حاجه. 26 يوم هاد الطبيب فين عنده ينعس؟ كي دار له هاد الطبيب ما عنده فين ينعس؟ علاش عجيتي وعطيتي ديك الشهاده الطبيه؟ ما عرفتي هاد السيده، ما عرفتي هاد السيد معدين عليه، ما عرفتي. والسيد ما فيه حتى خدشه، كون مشى قدامك مذبوح ولا مقطع ولا طيران موشي شيد ماشي مشكل، اعطيه 40 يوم. سيتا تشوفوا غادي ندير رجل فوق رجل، علاش؟ حيت صاحبو محامي مراسو طبيبه. ايوا والفقير شنو تقولوا له؟ الضعيف اللي ما عنده حتى شي واحد شنو تقولوا له؟ ليه الله كاين القانون الا ثبتت. اش هادشي راه باين وواضح، شنو الا ثبتت؟ السيد ما فيه حتى ضربه وشهاده طبيه فيها 26 يوم، شنو هادشي؟ ماشي الحماق؟ وعلى اليوم قال لي على اليوم جايب شهاده طبيه وهو واقف قدام وكيل الملك صحيح بحال العود، ما فيه حتى شي حاجه. شنو راه باين؟ خديجه درتي وقفه احتجاجيه، اعتصمتي ياك؟ وقفه درت وقفه، واليوم انا كنت في اعتصام. الوقفه اللي كنا شفنا داو واحد الفيديو كنتي طحتي في حدا المحكمه، ماشي وقفه، هذيك تعصبت خرجت من الجلسه. ما هي جلسه ما هي جوج، ما كيبغيش يجي يحضر الجلسات. شحال من جلسه دزتي فيها خديجه؟ اختي والله ما عقل، راه من 2019 وانا كندوز. من 2019 وانت كدوزي معاه في الجلسات؟ اه. باش شفتي حقك انك زوجه؟ لا نعم. شحال انت بس حقي نكون زوجه؟ هذاك واخا يجي يوزني مال الدنيا والدين، هذاك نفرج نديرو انا احسن منه راجل عليه. واش راجل اللي يدير للمراه هكا راجل؟ واش راجل اللي ينكر بنته من صلبه ومتاكد بها مليون في المية
الوقاحه فين وصلت به، باغي يبدل ليا البنت في السبيطار ويعطيوها لشي عائله ما يعرفوهاش باش ما تبانش في لا دائره بنته، وما كيهموش بنته في نعاس كبر، ما كيهموش واش هو راه غدا ولا غدا ولد ولد وبنته تشي تلاقى بهذاك الولد وتزوج به، ما كيهموش هادشي كامل. مشيت انا صدقت خويت بلادي، مشيت تالسلا باش تخبي سولت، والحمد لله لقيت سيد وكيل العام، سيد وكيل الملك ديال سلا وقفوا معايا، لقيت الامن، لقيت سيد عبد المجيد بن حسين رئيس الجمعيه هيئه الضمير الوطني وقفوا معايا، وتخبيت تما في سلا ولدت باش بنتي جات في يدي. ولدتي دخلتي القنيطره؟ ولد جيت في حالي القنيطره. بقيتي معاه في القضاء؟ ما تما وانا كنضاق في القضاء. سيد يالله جا في الاول حط مذكره كتبوها حطها ان هاد الزواج هاد العلاقه انا كيتناقض الملف ديال وزان، شنو تيقول فيه؟ اول ملف كان عندنا في وزان قال لي انا كنت كنوب على خوتها كانوا مدوزين للحبس وما كملوش ليا فلوسي، وملي قلت لهم كملوا ليا فلوسي جاوا يضربوني. قال له شحال مدوزين خوتها ديال الحبس؟ قال لهم هذا 6 سنين، هذا كل واحد شحال تيقول تيتناقض. جا لهنا في ثبوت النسب، الملف اللي تحط في ثبوت النسب اش تيقول لهم؟ تيقول لهم انا كنت كنعرف هذيك علاقه غير اي علاقه، وملي لاحظت التصرفات ديالها الغريبه الاطوار صافي بغيت نتفك منها، بدات كتهددني. قال بانها علاقه غير شرعيه. علاقه غير قصدك يعني ما كاينش الكاغي الزواج؟ ما كاينش، لا كان عم معايا في علاقه. يعني كنتو دايرين علاقه؟ اه هو علاقه، وانت محامي ودخل في علاقه، انت راجل قانون، او العلاقه توصل كاع تتولد، وملي ترفض له هو الطلب وتقبل لي انا الطلب وتحكم لي باجراء جلسه بحث اللي فيها غادي تشنق مع الشهود، انا اللي عنده شي ادله يحطها، ما بقاش باغي يجي، كان باغي ترفض لي الطلب. ملي تقبل الطلب ديالي وترفض ترفض له هو الطلب، استدعاو الشهود 46 شاهد اللي عندي كلهم شهدوا انك تزوجي. ربي فيهم الناس، انا الشاهد اللي هو باقي ولد صغير يكون عنده هذيك 25 او 26 عام، اما الشيء الاخر كلشي غير الشيوخ، بما فيهم امام ديال المسجد، بما فيهم مقدم ديال عون سلطه، بما فيهم بزاف ديال الناس. عون سلطه تبارك الله راه فيه الخير. هادو كلهم شاهدين. امام. كلهم هادو شاهدين، هادو واش انا بالله عليك واش هاد الشهود كلهم غادي نرشيهم؟ شنو وقع في المحكمه؟ ما كيبغيش يجي. خرجت من المحكمه معصبه، لقيت منابر. بقيت كنسولوني قالوا لي علاش ما هادي ما، قلت لهم كيف العاده، تعصبت انفعلت. يعني هذاك الطيحه اللي طحتي حدا المحكمه ماشي سبب انه حكموا بانك انت ماشي الزوجه ديالو، انت غير مجرد انه ما حضرش الجلسه تعصبتي طحتي. ما كيحضر حتى شي جلسه، واللي عصبني ياك حنا سواسيه، علاش هاد السيد هو متهم؟ راه ماشي ضحيه، راه انا اللي ضحيه، هو متهم، متهم في الملف الاول، متهم دابا في الملف ديال شنو المفروض تخرج القوة العمومية تجيبو، يجيبوه البوليس، وكان مواطن عادي ماشي واش نقعوا عليه يجيبوه، حيت محامي راه ماشي الظلم، راه اكثر من الظلم، كيفاش ما يجيليش انا انهيار؟ هاد السيد علاش ما كيجيش يحضر؟ تيقول لك مثلا لقاوش نبلغوه، كيفاش ما يقدروا يكونوا كيمشيو للمنزل ديالو ما تلقاوش؟ والسيد كيرافع صباح وعشية في المحكمة، السيد صباح وعشية في المحكمة، ما يمكنش يمشي وقال عنده العمل ديالو. لا دابا حتى السيدعة ديال اللي مكتوب فيها شنو مكتوب فيها؟ تيقول لك يتبلغ هو أو أفراد من العائلة ديالو، ما محددش شكون، أفراد أو شي واحد خدام معاه أو رئيسه في العمل، يعني يتبلغ يبلغوا الناقب ولا يبلغوا المجلس ديالهم النقابة أو يبلغوا اللي معاه في البيرو يتبلغ. ما كاش ماشي كنشوف غير الخروقات، تنشوف بزاف. خديجه شنو هو الاحساس ديالك مع هادشي؟ الاحساس ديالي ما حسيتش بشي ذنب، يعني الغلط غلطتي ولا؟ انا الغلطه اللي غلط هو تقت في واحد عديم الضمير، واحد حقير بحاله، هذا اللي تقت فيه. رغم انك حبيتيها خديجه الحب؟ اه انا هذه قلتها، ولا يقول لي الحب اعمى؟ لا هذه شوفي شوف مش قضيه الحب اعمى ولا اه انا بغيتو، راه كانت بيناتني بين تنعرفو انا مده عام، وتزوج انا وياه، تزوج انا وياه راه 4 سنين ديال الزواج، واش هذا بنادم عنده الضمير يدير هاد الفعله؟ واش شنو كان تيقول لهم في الاول؟ راه بقاو كلهم محامون شادين به الضحك، تيقول لهم لا انا عطلقيتها في لي بواط وخدراتني وداتني للدار وانا كنت مخدر ونعس معاها وحملات. عجبتني هاد النقطه يلا تضاروا فيه.
ايوا طيب واش هضره كتقال؟ واش الراجل ملي كيتخدر تيبقى واعي على راسو؟ واش واش ما تبقاش تقول هضره الحماق عذروا فيه الناس. انت خديجه كنتي كتمشي لي بواط؟ انا بعده والله ما عارفه ايتي نشوفه. مهم هذا ما عارفه شنو هو لي بواط. وعا شوف انا ما كنتش كنقول يعني البنات على لي بواط، عادي كل واحد كيدير الله يعفو عليه، ولكن انت تقول انت محامي ومحامي حامل رساله نبيل، اش وصلك لي بواط باش تلاقى بخديجه في لي بواط؟ اش وصلك انت تقول انت خديجه انت براسك كنتي كتجي لي حتى للدار اللي كنت خدامه فيها عند السيد مربيه الاولاد ومسؤول، وكتجي وكتجلس لي حدا الكونسياج حتى تنهبط انا، وكتسناني وكتشوفني فين كنت خدامه، كنت كنضرب الكرفي بدراعي. بزاف الناس اللي عارفين عند من كنت خدامه ومسؤولين في المحكمه وعارفين عند من كنت خدامه، وكل شيء عارفه عند من كنت خدامه. بغاك خديجه وقيلا غير ما تسرعتي في لا في الحموله كيفاش براسو بحال بحال زرف؟ لا لا اربع سنين كلها اشنو تزرف؟ يمكن ما كانش باغي الولاد. علاش يعطيني هو دوات الولاد؟ علاش كيمشي معايا هو عند الطبيب؟ راه دوسي عندي ما خلاصة القول خديجة واش كطلبي؟ خلاصة القول انا كنطلب من المسؤولين، انا باغا حقي، وكنطلب من سيد وزير العدل يشوف هذا الملف هذا، حيت هذا الملف انا اليوم درت اعتصام، عيط لي السيد وكيل العام، المهم داروا اجتماع السيد وكيل الملك السيد رئيس المحكمة، انا مرة اخرى ما عندهمش واش عندي اعتصام، انا يعني باش عندي نعيش مدلولة راه ما نعيش مدلولة. وشنو باغا دير؟ حيت انا كوكس كنكذب كرة خرجت غير واحد شهرين ربع شهور خمس شهور ورجعت اللور، انا راه من 2019 وانا كنجري وكنغوت، حيت الشمسة حارقاني، حيت الشمسة اللي تشمت بيها الحرقة ما كنعش درجة بنادم غير كيبغي ينصحني ولا بغي يهضر معايا كنشعل معاه، لا لا هادي ولات واحد الطريقة باش كنهضر ما بقاتش عندي عادية، راه عندي شواهد انا ديال طبيبة، باش حقا خرجوا شي وحدين تيقول لك لا راه حمقى، لا عندي انا شواهد ديال اكتئاب، عندي اكتئاب ما عنديش شهادة الحماق، عندي اكتئاب حاد، لو كانت عندي شهادة ديال الحماق مزيانة كراني دارت اللي خصو يدار معاه من الاول، ولكن انا كنشوف لما تخدش لي حقي انا ماشي حقي انا، حق هذيك البنت خاصها تسجل، حيت البنت ديتها بغيت نسجلها غير في الروض، البنت غير هازه ورقه وستيلو غادا، وكتشوف خوها غادي للمدرسه كتشوف ولاد الجيران غادي تيتها تبغي تمشي تبقى تبكي، ديتها بغيت نسجلها في الروض تطلبوني عقد زياد. شنو خديجه شنو كطلبي منها؟ كنطلب من القضاء ياخذ الحق ديال هذيك البنيه مريم، ما يشوفوش لي هو محامي وانا بنت الشعب عاديه صافي، كنطلب من القضاء ياخذ لي حقي، وكنطلب من السيد وزير العدل اللي هو حتى هو محامي وعارف هاد المسائل وعارف القانون مزيان يشوف وياخذ لي حقي، وانت في منصب عادل خاصك تكون عادل وتاخذ لي حقي وتشوف الملف ديالي، وكنطلب من السيد رئيس النيابه العامه ومن اعلى سلطه في البلاد اللي هو سيدنا يشوفوا الحل ديال هاد الملف هادي، هاد البنيه هادي ما تبقاش ضايعه، هاد البنيه واحد راجل قاري القانون للاسف تيقول لك هو قاري القانون، انا كنقول محال هو اللي دار هاد الجريمه هادي وما سمح له لا في النيه لا في اخره، وكنشكر المنابر الاعلاميه كاملين اللي وقفات معايا كنشكركم، والسلطه الرابعه بها الصوت ديالنا كيوصل، وشكرا لكم. اذا متتبعين قناه اخبار الفجر المغربيه حاولنا نقربوكم من القصه اكثر فاكثر مع الاخت خديجه، اذا كنتمنوا ان الطفله مريم تاخذ الحق ديالها ان شاء الله باش تقدر حتى هي مستقبلا تدخل المدرسه ديالها، هادشي اللي كاين.